قضى 12 لاجئا سوريا عطشا في صحراء الجزائر، بينما ما يزال مصير 5 آخرين مجهولا بعد أن تاه وتقطعت بهم السبل لأكثر من 3 أيام، نفد خلالها ما كان بحوزتهم من مياه للشرب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضحايا السوريين كانوا في رحلة عبورهم عبر طرق التهريب من ليبيا إلى الجزائر في سيارة رباعية الدفع تعود لأحد المهربين مع مرافقه. وبينما كانت القافلة تحاول العبور باتجاه الأراضي الجزائرية، أضاعوا طريقهم في الصحراء ضمن منطقة عسكرية تصل درجة الحرارة فيها لنحو 60 درجة مئوية في هذه الفترة من الصيف، لينتهي المطاف بموتهم عطشا. ونشرت جمعيات البحث والإنقاذ الجزائرية تفاصيل ومعلومات عن الضحايا الذين تم العثور على جثامين بعضهم في منطقة بلفبور ومنطقة برج عمر إدريس المعروفة بتماسينين في ولاية إليزي أقصى الجنوب الشرقي الجزائري. من مدينة كونفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي صباح الخير، أهلا بك معنا. أبدأ معك من أي معلومات إضافية حول الاثني عشر سوري الذين قضوا في الصحراء الجزائرية، إن كانت لديك معلومات عن أعمارهم، إن كان بينهم نساء أو أطفال، وإن تكشفت أي معلومات جديدة حول مصير الخمسة المفقودين حتى اللحظة في الصحراء. نعم، صباح الخير. على ما يبدو قدر السوريين الموت إما بحرا غرقا أو عبر الحدود وأيضا في الصحراء عطشا حقيقة الأمر. أصغرهم لم يتم العاشرة من عمره، طفل من الرقة، بالإضافة لوجود أعمار مختلفة، أكبرهم نحو 50 عام، أعمار الغالبية هي في العشرينات. لذلك أقول بأن جميعهم هربوا من الميليشيات الليبية، من تجار البشر الليبيين، وخوفا حقيقة الأمر من معتقلات في ليبيا عبر مهربين جزائريين، مهرب جزائري ومرافقه كانوا يعني في إطار نقلهم من الأراضي الليبية عبر الصحراء باتجاه سواحل الجزائر تمهيدا للركوب مراكب الموت باتجاه سواحل أوروبا، وإذا بهم يموتون عطشا وأيضا نتيجة الأحوال الجوية والحرارة المرتفعة في الصحراء الجزائرية. هؤلاء يعني من المفترض بأن يجري نقل جثامينهم، وفق أحد يعني الناشطين الحقوقيين تحدثت معه، إلى الأراضي السورية من الصحراء الجزائرية. لذلك أقول بأن المأساة حقيقة الأمر، يعني عندما نتحدث عن هذا الطفل هو وشقيقه توفوا في الصحراء، وأيضا هناك من الرقة من حلب يعني عوائل مختلفة. يعني ما يحزنك أن تجد طفل يبحث عن ملاذ آمن، طفل من أجل من أن يكون محمي داخل الأراضي السورية مؤمن له كل شيء، هو يموت في الصحراء بحثا عن ملاذ آمن. يعني منظر يعني مرعب حقيقة الأمر. لا يوجد يعني عندما تتحدث الأمم المتحدة تقول بأنه نعود سوريا مناطق آمنة، عندما نجد طفل يبحث عن ملاذ آمن، ما بالك أي مناطق آمنة في سوريا والإرضاء آمنة في سوريا. سيد رامي، المهرب والمرافق له، هل هم من بين الضحايا أم من بين المفقودين؟ نعم، من بين الضحايا، لم يعني يتركوهم في الصحراء وهربوا، بل أن على الواضح بأن المهرب لا يعلم الصحراء جيدا، فدخل بمناطق عسكرية وعمق الصحراء ولا يعني لم يجد على ما يبدو مخرج من تلك الصحراء. ماتوا جميعهم، حتى أن هناك 5 بحسب زويهم، بما أنهم خرجوا مع هذه القافلة من ليبيا باتجاه الصحراء الجزائرية وباتجاه الجزائر. لكن دعينا نتحدث بواقعية،
تحدثنا سابقا وعبر الحدث عن ما يجري في السجون الليبية بحق السوريين. لذلك هؤلاء عندما يفضلون الخروج للصحراء والمغامرة بحياتهم خوفا من أن يكون مصيرهم أيضا سجون الميليشيات الليبية التي تستغلهم رغم زيارة الوفود للأمم المتحدة وتعاملهم معاملة كارثية في بعض السجون الليبية في غرب ليبيا. طيب، وإن كان هناك تكتم على مسار رحلات التهريب، لكن بحسب ما يصلك من معلومات سيد رامي، هل هذا الطريق يستخدم كثيرا لرحلات التهريب؟ نعم هو يستخدم، ولكن المهرب، قلت لك المهرب على ما يبدو بأن المهرب لا ليس له دراية كافية بتلك الصحراء، رغم أن الجزائر هو حاول على ما يبدو بأنه يكون مهرب جديد في تلك المنطقة، شبكات فكان التهريب مصيره كثيرة في الجزائر كثيرة التي تهرب كثيرة كثيرة السوريين. بشكل كبير جدا. هناك جزائر سوريين ماتوا في البحار، ماتوا عند شواطئ الجزائر، سوريين موجودين بكثرة في الجزائر، لأن أحد بوابات العبور باتجاه أوروبا من الجزائر عبر مراكب الموت باتجاه سواحل إسبانيا، وهذا الأمر خلال الأعوام الماضية موجود. هناك نعم. الكثير الذين ماتوا طيب، حقيقة الأمر في الشواطئ الجزائرية. هل هناك أي تجديد أمني سيد رامي على طريق العبور البحري، وهو الذي دفع السوريين إلى سلك هذا الطريق الصحراوي بدلا من البحري؟ من ليبيا؟ نعم، من ليبيا وفق الحكومة الليبية وقعت اتفاقيات مع بعض الدول الأوروبية وتحديدا إيطاليا لمنع مراكب الهجرة من ليبيا باتجاه السواحل الإيطالية، ففضلوا السير وخاطروا بحياتهم باتجاه الصحراء وماتوا في الصحراء بحثا عن ملاذ لوصولهم إلى سواحل الجزائر التي حقيقة الأمر هي ليست آمنة. نعم الحكومة الجزائرية تغض النظر وتعاملهم معاملة جيدة، لكن بالنهاية عندما تلقي القبض على السوريين عند الشواطئ تقوم بإبعادهم إلى الحدود مع النيجر، وبعد ذلك يعودون الكرة إلى السواحل الجزائرية عبر مهربين من أقصى جنوب الجزائر باتجاه السواحل الجزائرية. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من مدينة كوفنتري البريطانية، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.